صباح الخير. دائما دنيا دنيا بنحب نضوي على الأعمال الأدبية اللي بنفتخر فيها، وخصوصا إذا كان الكاتب من أولها داخل بعمل جدا قوي وروائي نخبوي من النوع الأول. معنا سمية تيلق، صباح الخير حضرتك. صباح نحكي كاتبة بكل تواضع، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. سهار الساحرة الزرقاء هي رواية وفانتازيا، يعني رواية بتنقلنا العالم تماما مختلف عن الواقع صحيح. اللي منعيش فيه. والجميل في بداية كتابتك انه انت هلا احنا 2014، من 2010 بدأت هيك اول الكلمات مزبوط. المتواضعة صحيح. بالقصة، وبعدين انتقلت لرواية. فتحكي لنا كيف هيك اجت الفكرة، وكيف من 50 يمكن صفحة انتقلتي ل 450 صفحة. يعطيك العافية وبتشكركم طبعا على الاستضافة. بالنسبة لسهار الساحرة الزرقاء كانت يعني من الأمور اللي من طول عمرها بتلاحقني، مش باسمها، مش بالمسمى، بس كفكرة، كفكرة كتابة، كفكرة شخوص دائما موجودين معي، دائما بتخيلهم إذا بحضر فيلم، إذا بقرأ قصة، إذا برجع بعيد صياغة الأحداث من أول وجديد. حلو. بقول إذا عملوا هيك بالسيناريو، إذا عملوا هيك بالقصة، إذا غيروا كذا، إذا عملوا كذا، لأني بعيشه فترة طويلة. فبلش يصير عندي أنا، يتكون عندي شخصيات. حلو. من فترة يعني أنا بأمن كتير بالطاقة وبقانون الجذب، فوضعت لنفسي أهداف من فترة منيحة. حلو. كانت من ضمن الأهداف أني لازم من الأشياء اللي أحققها أني أكتب رواية، ونسيت الموضوع تماما. يعني يمكن مشي 10 سنين لقيتها جديد الورقة على فكرة. فبتطلع بقول له فعليا أنا بلشت أكتب الرواية وقربت أنهيها لما لقيت الورقة. كان صار عنا حدث يعني شوي الحمد لله مزعج السنة الماضية، توفت أختي. فكنت حابة أني أعمل تغيير، فمسكت اللابتوب تاعي عم بعمل نفضة، بدي أشوف شو في عندي، شو في كذا، بدي أعمل شيء. كان في هيك دوكيمنت صغير، نيو دوكيمنت حتى ما له اسم، قلت يعني قبل ما أمسحه خليني أشوف شو بقلبه. فتحت لقيت حالي كاتبة في صفحة عن الساحرة الزرقاء، تحديدا كاتبة اللعنة. أنا كاتبة الساحرة الزرقاء حتى ما كنت مسميتها سيهار. فقرأتها حتى أنا قعدت أقول إمتى كتبتها؟ لما لقيت حالي أنا مرات بحط التاريخ على الصفحة وهيك، إنه بال 2010، وكان هالحكي 2013، إنه من 3 سنين أنا حاطة هاي الصفحة وسايبتها. فعليا قاعدة أحاول أتذكر كيف، مش قادرة أتذكر لحد هلا. واو. كيف كتبتها وكيف خطرت في بالي. بعدين قلت يعني حتى على استحياء قعدت بقراها لاخوي الصغير، قال لي كثير حلوه كملي. فتشجعت شوي، ما برضه ما قررت اعمل روايه. يعني بلشت يعني ادور في النت وابحث في الكتب انه شو الطريقه الصح لكتابه الروايه، لقيتها شغله بتخوف. يعني حتى اساسيات او ادوات الكتابه ما كنت لسه كثير مطلعه عليها. لا انا تخصصي بعيد جدا عن الادب والكتابه والنقد والروايه وكل شيء. شو تخصصك؟ انا انتيري ديزاينر. اوكي، برضه فن. فن وماستر اداره اعمال، فما لي علاقه بالكتابه ابدا. يعني كنت اكتب وانا صغيره زمان، بس بعدين توقفت يعني لدواعي الدراسه عم نشوف الكتاب سهار الساحرة الزرقاء، هي رواية طويلة زي ما حكيت 400 صفحة. فلما عم تحكي لنا سمية كيف من دوكيومنت أو من ملف على يمكن الحاسوب الشخصي لنا لعمل موجود هلأ بين إيدينا، قديش في أشياء حلوة ممكن كمان تتحقق بحياتنا إذا حطينا زي ما حكيت قانون الجاذبية أو إشي براسنا وهدف قدام عيوننا. شو حبيتي توصلي من خلال الكتابة، وخصوصا الفانتازيا يعني من الأعمال السهل الممتنع؟ يعني مش صحيح. يعني لو بدك تحكي عن قصة شخص عندك أحداث، لو بدك تحكي عن قصة رواية حب برضو بين أشخاص برضو موجود الأفكار. مزبوط. أما فانتازيا يعني أنت بدك تخلقي واقع جديد وتسميه أنه خيال فانتازي، فكيف يعني هذا النوع صعب؟ هو صعب. هو صعب جدا. يعني يمكن في حديث سابق بيناتنا قلت لك قعدت اقول يا رب اوصل، اذا بدي اعمل روايه هي لازم من شروطها اللي وجدتها انه 50 صفحه، يا رب اوصل ال50. فلما بلشت تزيد صرت اقول كثير صارت زياده عن اللزوم. يعني بديتي تكتبي واجت عم تيجي الافكار وما عم بتوقف. حلو. فصرت برضه قعدت مع حالي قاعده اقول طب انا شو الهدف، شو بدي اوصل للعالم. قرأتها رجعت ترددت، خفت، انه خفت من هاي النقطه بالذات انه الناس شو بدك توصلي، الفانتازي شو هي. بس استمرت، قلت
أنا في عندي أهداف معينة، بحس إنه لأنه شخوصي واقعيين وفي نفس الوقت دخلتهم بالخيال. يعني استقيت من كل الناس اللي حولي، حتى لو بالعقل الباطن مش من بالقصد. يعني ما بقدر أقولك إنه الشخصية الفلانية هي فلان، لا. فيها تركيبات كتيرة يعني. فكان عبد العظيم التميمي اللي كتب لي المقدمة، هو ماجستير أدب رواية، قرأها قال لي أنا راح أقرأها. قلت له أنا بعتقد حالي مثلي مثل ما أنا بالفن، أنا تجريدية. حلو. فأتوقع حالي أنا في الرواية كمان تجريدية. أحب كل حدا يفهم مثل ما بده. ما بدي يعني ما بدي أفرض على القارئ شيء بالضبط، ولا أملي عليهم أي شيء. حتى كان المفروض أحط صور في الرواية، بس خفت يعني أحد من خيال الناس وهم بيقرأوا، فتراجعت عن هاي الخطوة، مع أني جمعت مجموعة منيحة من الصور اشتغلت عليها. حلو. فقال لي طب انا راح اقراها وراح اقول لك شو الخط تاعك. قلت له طب تمام. بلش يقرا. يعني انت لسه مش واضحه ايش خطوطك او شو المسار بدك تمشي. انا شايفه حالي تجريديه. اوكي. ما يعني فعليا انا ما بتبع اي خط يعني، وحتى بقول لهم انا بكتب على الفطره. يعني شو بيطلع منك؟ شو بحس وشو بتكون عندي افكار وصور بحب اني اصيغها. وهذا قال لي طيب انا بقراه وبقول لك شو الخط تاعك او شو النمط. لما قراها قعد، طبعا انا قاعده الان على اعصابي 3 ايام بستنى فيه خلص هاي. كانت طبعا على A4 200 صفحه. فلما خلصها بحكي لي انا ما عرفت. انا ما قدرت احدد لك نمط. يعني كل شيء نقدر نحكي انه موجود، كل يعني حطني في ثلاث انماط موجودين. أوكي. في صفحه من الصفحات اللي هدول اللي قدرت الاقيكي فيهم. يعني كثير حلوه روايتك لدرجه ومتشعبه لدرجه انا مش قادر احصرك في نمط. يعني انت بتكتبي النمط المعاصر. ما عندك تاريخ، ما في يعني مش حطانا في زمن معين، مش حطانا في ارض معينه في جغرافيا، ولا حطانا حتى في قالب لا سياسي لا ديني ابدا يعني. فهذا معاصر جدا. اثنين، انت كثير عم بتركزي على الفضائل، فانت يوتوبيان، المدينه الفاضله. نظريا النسويه برضه موجوده بالكتاب بالضبط، القياده والرياده فيها. مع انه لا، العنصر الذكوري موجود وبقوه يعني، واساس القصه هي القصه ما بين سهار والملك ايمار يعني. بس صار في السيطره فيه للعنصر الانثوي بطبيعه اللعنه اللي وضعتها سهار على ايمار. هلا انا بدي اعرف منك هيك بشكل سريع عن فكره الساحره او فكره الروايه، يعني شو كان الحدث الرئيسي او الفكره الرئيسيه فيها؟ الحدث الرئيسي انه سهار من قبيله، سهار اللي هي الساحره، الساحره الزرقاء، من قبيلة بتتقن فنون السحر الأسود وهاي يعني القصص المعتادة. يعني ورثت السحر عن جدتها وحكمت القبيلة تاعتهم، لكن طموحها أكبر من هيك. طموحها إنها تحكم كانت كل البلاد اللي هي المملكة تاعتهم. كانت زمان يعني هي في الوضع الحالي اللي هي طلعت فيه سهار كانت مشتتة. وكان في عائلة حاكمة هي اللي بتحكمها، لكن تشتتت. نادى واحد من الأبناء إنه بده يوحدها. فهي لقت إنه هيك أسهل، انه بساعده وبعدين انا باخذ منه الحكم. فتطوعت بالجيش تاعه، لكنها احبته في نفس الفتره. ما كان مشغول، ما اهتمش بالموضوع او ما انتبه للموضوع، وفعلا ساعدته ووحد البلاد على مدى عدد من السنوات. ولما انتهوا وانتصروا اهدى انتصاره لابنه خالته، فهو بحبها يعني. وخطبها في نفس الليله، فهي يعني ثارت وجن جنونها يعني. والقت عليه لعنه يعني لمئة عام. انه عيش وعيش بحياه سعيده ورغيده وبصحه وافره. لكن ما رح تتنعم بهالشيء، لانه ما رح يجيك وريث ذكر. رح يخلف بنات. ما قالت له رح تخلف بنات، رح يجيك اولاد يموتوا. اوكي. يعني اي حدا حيجيك حيجيك اولاد، لكن حيموتوا ورح تحزن. رح تحزن كثير عليهم. اكثر واحد فيهم رح يعيش 21 سنه لك، ورح تنقهر عليه ورح يموت. واختفت. ظهرت بعدين الساحره، احنا سميناها السيده البيضاء في الروايه، خففت من اللعنه. قالت له انا ما بقدر اني الغيها، انت عارفها قويه جدا الساحره الزرقاء، جدا جدا قويه، لانها ورثت السحر عن هيفار جدتها. فانا بقدر اخفف منها، فانت رح تنجب بنات. انت واخوانك رح تنجبوا بنات، لكن بعد فتره من الزمن لما يقرب الموضوع اللعنه انها تختفي رح تجيب ولد.
بترتيبات ما. حلو. يعني لما يكون عندنا رواية، احنا شوي بعصر السرعة، يعني في كتير اشخاص بحبوا، انا من ضمنهم، بحبوا يقرأوا كتب، بس مش بسهولة انك تضلك ماسك الكتاب ومتحمس. صح. بكتابك لا، في عندك دائما عنصر التشويق، يعني مش اول بيكون في احداث متسارعة وبعدين بيصير في نوع من الملل وما بنعرف اذا رح نكمل الكتاب. كيف قدرتي تحافظي على عنصر التشويق للقارئ؟ هو كان هذا موضوع كتير كتير صعب، والحقيقة بشكر كل اللي حوالي دعموني وساعدوني، لأني كنت لما أوقف وأتردد وأخاف من أني أفقد التشويق، أوقف عن الكتاب شوي وأخليهم يقرأوا. حلو. ويشوفوا إذا ماشي الموضوع معي ولا لا. حتى لدرجة في فترة من الفترات فعلا قطع الإلهام، ما فيني أكتب ولا كلمة كان. كانت تطول هاي الفترات؟ لا لا، الحمد لله. يعني أنا كتبتها خلال سنة، من شهر 3 لشهر 3 كنت منتهي من القصة. فقررت إنه يعني حتى كنت يعني مش متوقعة من حالي إني أنشرها حقيقة. يعني كان أمل بعيد شوي بالنسبة لي. فقلت خليني أحط منها مقاطع على صفحة الفيسبوك عندي. حلو. وأشوف شو بيكون ردات الفعل. حطيت عدة مقاطع، لقيت كتير في تشجيع وكتير ناس حبوها، حتى نسبة الانتقادات كانت بسيطة، مع أنها بتفيدك الانتقادات جدا يعني. طبعا. لكن كانت جد يعني تكاد تكون معدومة يعني. ومين تساؤلاتهم يعني، طب أنت قصدك بكذا كذا مثلا؟ كان في عندي وصف للجبل الأحمر، إنه شو قصدك بالجبل الأحمر؟ قصدك إنه كذا تحتي نار، تحتي كذا، تحتي كذا. بلشت ترجع لي الأفكار، بلشت إنه لا رح أكتب. عم تحكي من بقايا حكايات كانت ترويها لي أمي، الطفولة والأم ويمكن حكايات ما قبل النوم، قديش اختزنت فيكي وطلعت هالكاتبة فيما بعد؟ والله كثير أثرت في ماما الله يخليها. يعني هي اللي كانت بلشت تحكي لي هدول القصص، مثل الأميرة النائمة وقصة سندريلا، وهدول أثروا فيه، أثروا فيه كتير. وصرت شو بعمل يعني، أرجع أنا أحكي لها القصة بس أحكيها بطريقة تانية. ولحد هلأ لما بحكيها لبنات أختي صغار بحبوا دائما يجوا يقعدوا معي أحكي لهم قصص، كل مرة بحكي لهم إياها بطريقة مختلفة. فبيجي بيقولوا لي لا أنت خالته حكيت المرة الماضية كذا، بقول لهم معلش خالته، لازم نغير، لازم كذا. صاروا هم يعملوا زي هلا، هم بيجوا بيحكوا لي قصص تانية يعني. عادتيهم من خيالك وطريقتك بالسرد. مزبوط. قديه بتحسي في متلقي بحب هالنوع من الروايات؟ هل كان عندك تخوف انه من يعني مراحل النشر؟ بنعرف كمان انه النشر مش قصة سهلة. بالضبط. لا كتير كنت خايفة، بقول لك كنت معتبرة حلمي بعيد اني انشر. طب راح يعني لاقي صدى، الناس حتحبه اكثر، الناس زي ما انت حضرتك حكيتي قصص الحب والغرام والعشق، انا مثلا قصة الحب هي اساس لكنها مش مسيطرة على كل الموضوع ومش داخلة انا بتفاصيلها يعني بعمق يعني. حلو. مش متناولها بالطريقة اللي بتناولوها معظم الكتاب التانيين. ما بحسش حالي قوية في هذا المجال، مجال فانتازي انا اكثر يعني. فقلت يعني معظم الناس ما رح يمكن يحبوها، لكن رح أكمل. حبيت أخلق شيء معين يعني. حتى برضو كنت بتناقش في مع زميلة إيلي مبارح، بنتها ما شاء الله عمرها بصف السادس صارت مخلصة الرواية، وعم بتقولي طب شو بيصير، طب اعملي هيك في المرة الجاية وكذا. وبلشت تكتب بنتها، بلشت تكتب. بلشت يعني بتحسي كمان لعدة أعمار. بالزبط. يعني كبار وصغار رح يحبوا هاي الرواية. أنا هذا اللي استهدفته، حاولت إن الرواية تكون مناسبة لجميع الأعمار. حلو. في موضوع المتلقي عم بتحسي في ردة فعل، في جمهور كتير ما شاء الله ما شاء الله والحمد لله كتير. يعني على الفيسبوك يعني ما قلنا احنا عاملين صفحة شهر، صارت 500 شخص لحد هلا. حلو. الكل عم بقول وينها يعني، حتى عم بيسألون الناس من برا انه كيف توصلنا، كيف يعني نحصل عليها. حلو. نتمنى لك كل التوفيق، على أمل يعني كمان هالساحرة تسحرك بروايات وقصص تانية. نتمنى لك كل التوفيق. سمية تايلر، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.